أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. إن الحضارات لا تزدهر ولا تنمو إلا إذا كانت بالعناية والاهتمام بأصحاب المواهب، لأن الموهبة في أي مجتمع هي ثروة مثل سائر الثروات، بل أثمنها، وبدونها فإن الأمم تكون فقيرة حتى لو كانت غنية بكل الخيرات. ونحن بعكس الغرب والأوروبيين الذين أول من يقدرون ويحترمون النوابغة، بينما في مجتمعاتنا الشرقية يختالون الموهبة ويقتلون المبدع ويصادر الإبداع. ولد الشاعر الشهيد الراحل بشير جاسم الأحمد العاني في محافظة دير زور عام 1960. درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارسها، وتابع تعليمه الجامعي بكلية الهندسة الزراعية بدير زور. عمل مهندسا في مديرية الزراعة، وتنقل في عدة مصالح زراعية أهمها مشروع الاستمطار. يكتب الشعر العمودي وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر. له دراسات نقدية وبحوث ودراسات تراثية. نشرت عدة صحف محلية ومجلات أدبية قصائده ومقالاته. شارك في معظم المهرجانات الشعرية التي أقيمت في المحافظة وخارج المحافظة. عضو اتحاد كتاب العرب ورئيس فرعها في دير الزور قبل استشهاده، وعضو جمعية الشعر. محمد بشير العاني له 3 دواوين شعرية، أولها رماد السيرتي أصدرها عام 1993، ثم وردة الفيحة عام 1994، وحوذي الجهات أيضا أصدرها في دار المجد عام 1994، وهو أحد كتاب موقع الألف المعارض. كانت سيرته الأسرية متوازنة جدا، وكان محبا لزوجته وأولاده 3، ياس 19 عام، وإيمار 17 عام، ولونار 14 عام. أثر فيه جدا رحيل زوجته أماني بمرض عضال، وتحول إلى أب وأم رعى أولاده من دون تقصير، وخاصة في الفترة التي قضوها في حصار دير الزور حين عز الطعام والشراب على الجميع. اضطر عدد كبير من أبناء المدينة إلى الهروب من دير الزور في بداية الثورة. كان بشير العاني يقطن في جديدة عرطوس قرب العاصمة دمشق، وكان أجهزة الأمن قد ضيقت عليه الخناق لأنه كان من المعارضين، فاضطر الشاعر إلى الاختفاء مدة ثم الهروب إلى مسقط رأسي في دير الزور بعد وفاة زوجته بمرض عضال وسوء الحال في دمشق. وقد كتب فيها قصيدة حيث يقول الشاعر الراحل في إحدى قصائده التي كتبها في وفاة زوجته بمرض السرطان، حملت اسم تغريبة الخاسر: لهكذا حزن أسرجتني أمي. يقول في مطلعها: يا عكاز وقت الكفيف ويا مقاعدي على أرصفة التعب الطويل، ها أنا العاثر بجماجم اتزاني أشاغر إلا منك، أبحث عن صرة لملمت فيها أوجهي، التي انسربت لملمت فيها براءتي، خسائري أنا الذي قايض الطمأنينة بالهزائم ويا وجع الفسيح. محمد بشير العاني شاعر سوري غنائي جميل، كتب على ضفاف نهر بردة دواوينه 3 من الشعر العذب العفوي الصادق، التي جعلت كل من يقرأ قصائده إلا أن يعشق هذا النبط الإنساني الدافئ المنساب المتدفق فيها، والذي يحمل نكهة الزمن ورائحة التاريخ وصور العذاب والجرح العميق وعذوبة النهر. كان ينتمي لأدب الالتزام الطبقي والفكر الشيوعي التقدمي، منحازا لقضايا الفقراء وغلابي الوطني وجياع الأرض، وهو شاعر جارح ورافض ومتمرد جسد في أشعاره التجربة الإنسانية، وعبر عن مأساة ووجع الإنسان السوري والعربي في كل مكان.
كما عكس معاناته وهمه وبشر بالغد الزاهر المشرق لكل البؤساء والمسحوقين والكادحين. امتازت أشعاره بالصدق والحرارة والعفوية. إنه شاعر حالم، وحلمه منبعا من منابع إلهامه الشعري والفكري. كان هذا الحلم دافعا إلى التزامه وإلى الثورة والتمرد، ونصوصه تتسم بهذه اللهفة وبهذا الحنين إلى خلق عالم جديد في الواقع العربي. محمد بشير العاني شاعر ينبض بإحساس عارم بالانتماء، ينسج كلماته وحروفه من وجدان الوطن والإنسان والأرض السورية التي أحبها ولم يستغني عنها في حين تغيب أنفاسه مرددة صرخة مهيار جديد. وفرتا كن لي جسرا وكن لي قناعا. وللأسف لم يستطع مهيار هذه المرة عبور النهر المصطبغي بدماء آلاف السوريين الذي أعدمتهم تنظيم الدولة الإسلامية داعش. فأجنحة الصقر غاصت في تلبدات الدم مسلمة روحها العالية لزفرات كررت شهقات ابنه المذبوح أمام ناظريه. وأي ختام هذا لسيرة شاعر؟ نحن بالكاد كانت أرواحنا تضمر وتبرد وجلا كلما قرأنا في مذكرات لويس بونويل عن اغتيال صديقه لوركا هناك بين أشجار الزيتون، حيث أغمض عيني عاشق غرناط الخائفتين لرصاص مزق قلبه الرهيف يتلاقى عرس الدم الأندلسي بعرس الدم الشامي. وكأن الشعراء لا تكتمل تجربتهم إلا بحادثة موت عبثية كهذه، فتتلاقى أنفاسهم وهي تنظر بعيون مطفئة نحو وجود ووجوه القتلى. تتلاقى صرخات بيت برناردا ألبا مع استغاثات سبايا الجزيرة السورية وانقطاع جسر المعلق بالسائرين فوق ذات غروب. متاريس الرغوة نصه الشعري بالإضافة إلى بعض المقالات التي كان يواظب على كتابتها في صحيفة الفرات كما في بعض المواقع الإلكترونية تهدينا مباشرة إلى تجربته التي تغذت مما كان قد ذكرها ونظر لها الشاعر الراحل في محاضراته المطولة عن طلائع الحداثة الشعرية في دير الزور، إذ جاءت نصوص بشير العاني الأولى كتنويع على قصيدة التفعيلة التي كان لها جمهورها العريض في مدينته كما والحال مع قصائد أحمد حسين الموح ومروان خاطر الأصوات الشعرية التي كان لها أثرها الكبير منذ ستينات القرن الفائت في تجربة العاني، وصولا إلى شعراء قصيدة النثر في عروس الفرات والذي تماهى الراحل مع مقترحاتهم في الحداثة الشعرية ليصبح فيما بعد مفارقا كليا لنصوص سبقته أو جايلته امتدت في جيل الثمانينيات لتنضج لاحقا مع جيل التسعينيات. هزائم حزيران وجفاف فرات العظيم ويباس الأرض واحتدام الصراع الطبقي جعلت العاني من جيل نظر إلى الوراء بغضب ترك لطخاته وصوره الشعرية على مساماته، إذ كان حضوره ينمو يوما بعد يوم في الوسط الثقافي لدير الزور ممتدا إلى شرق الفرات وغربه عبر رغبته في تنشيط الحركة الشعرية. وجعل القصيدة خط دفاع أول عن كرامة الإنسان وحياته منساقا بذلك خلف أفكاره التي صاغته منذ انتمائه للحزب الشيوعي السوري، التهمة التي سيحاكم عليها الشاعر من قبل التنظيم الأسود ليكون الشاعر المرتد شهيدا جديدا من شهداء الفكر. وذكرى مؤلمة تضاف إلى سيل ذكريات الحرب السورية. لم يكن النشاط العاني مقتصرا على مدينته بل تعداها إلى الحسكة والرقة والقامشلي مطوحا بأفكاره على منابر مسارحها ومراكزها الثقافية مجسدا بذلك رغبته في توثيق صراخ جماعي وأحلام متشابهة في القصيدة الحديثة التي كتبها أبناء الجزيرة السورية بعيدا عن
أقرانهم من سكان المدن الكبرى في دمشق وحلب واللاذقية، فهو لم يعتبر يوما إن مدينته النائية عن مراكز العاصمة ومؤسساتها الثقافية إلا كونها متنا لا هامشا، ذلك المتن الذي كانت تنمو الحركة الشعرية والثقافية عموما فيها على مهلها، فلا تحرق مراحل ولا تقفز فجأة إلى التجريب على اللغة بمعناها الواسع، بل تقطر نصها الخاص في مختبرها البطيء من دون أن تخضع لموضة الحداثة أو ترفعها شعارا خطيرا وتهديدا ثقافيا في وجه الشعر وأنصاره. كان يغزل من الشعر عباءة وثوبا مزركشا لدير الزور وغوطة دمشق ونهر بردة وياسمين الشام ولسوريا الجريحة المخضبة بالدماء. كان يحلم ويريد لهذا الثوب أن يكون أحلى وأجمل من ثوب الحزن الذي ارتدته منذ أكثر من 8 سنوات، ثوبا ملائكيا مطمئنا إلى وطن آمن مستقر. لكن قتله الدواعش بعد أن رفض مغادرة مدينته دير الزور ليبقى يحرس ضريح زوجته التي ماتت بالمرض العضال، فاقتادوه مع ابنه ياس إلى ساحة الإعدام وحبل المشنقة، ونفذوا حكم الإعدام بحقهما بتهمة الردة. فبكت دير الزور وتوشحت بالسواد وانتفضت غضبا على السفاحين وقتلت العصر الذين ارتكبوا جريمة كبرى، فلماذا نقتل الشعراء ونغتال المبدعين؟ هكذا يكون مصير كل من يحاول أن يتطرق إلى عالم الإبداع أو يطرق بأظافره جدران الوحشة، جدران الموت. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. أترككم بأمان الله وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناة روجافا. إلى اللقاء.